السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم الرحال في الدروس النظرية والتي نستهلها إن شاء الله بالموضوع الذي تم اختياره على المجموعة، ألا وهو موضوع الجرون. لن نضيع الوقت في الحديث عن ما هو معروف حول الجرون، بل سنحاول التكلم عن أشياء لم يتكلم عنها الكثير، أو لم يتطرق لها أغلب المحللين وأغلب الأساتذة الكرام مما سبقونا. تم طرح مجموعة من الأسئلة حول الجرون، من بينها هل الغرب يتعامل مع هذه الجرون وهذه الإشارات، والعديد من الأسئلة. سأحاول الإجابة على كل ما أقدر عليه. بالنسبة للغرب، نعم يا إخوان، الغرب تطرق لدراسة الإشارات وبالخصوص بالنسبة للجرون، لكن لا توجد نظرية مثبتة علمية عند عن الجرون عند الغرب. فسأحاول أن أنقل لكم ما يقولونه حول موضوعها. بالنسبة للفرنسيين باللغة الفرنسية، الجرون تسمى كوبول، أو إيكوي. كوبول دو روش أو إيكوي دو روش، هذا بالنسبة للجرون. بالإنجليزية كابلز. بالنسبة للسيالات تسمى عندهم ريغول، ريغول عند الفرنسيين. والتاريخ الذي يعطيه الغرب لهذه الإشارات من الجرون والسيالات وكل هذا لبتروغليف المسمى انتهم لبتروغليف، التاريخ الذي يعطيه الغرب له هو من نهايات العصر الحجري الحديث، العصر الحجري الحديث، أو بالفرنسية نيوليتيك، لا نيوليتيك، حوالي 10,000 سنة، حوالي 10,000 سنة، لأن حسب دراسات لهم وجدوا بعض الجرون ترجع إلى مدة 10,000 سنة، هي أقدم الجرون التي تم كشفها عند الغرب. بالنسبة للتصنيفات، كيف تصنف؟ يصنفون هذه الجرون حسب تصنيفين. الصنف الأول هو صنف مجازي، صنف مجازي، هي تعبيرات مجازية يعبر بها الإنسان القديم عن مجموعة من الظواهر الميتافيزيقية، مجموعة من الظواهر الميتافيزيقية على الصخر. فلم تكن قد اخترعت الكتابة حينها، فقام هذا الإنسان الحجري بالتعبير عن مجموعة من الأشياء عن طريق هذه الجرون وهذه البتروغليف، البتروغليف بالفرنسية هي كل الرسوم والأشكال التي تم رسمها من طرف الإنسان قديما على الصخر، هي البتروغليف. الصنف الثاني استعمالات آلات يومية، الحياة اليومية، استعمالات يومية، هكذا يصنف الغرب الجرون، استعمالات اليومية. بالنسبة للصنف المجازي سأرجع له. بالنسبة للصنف الثاني، الصنف الثاني هو الاستعمالات اليومية، سأتكلم عنه قليلا. فلا يخفى عنا يا إخوان، قبل اختراع الفخار، وقبل الإنسان ما يستأنس النار، فلما الإنسان استأنس النار
اكتشف الفخار، فلا فخار يعني دون نار، فالفخار كي يصير فخار عليه أولا أن يحرق. يعني قبل اكتشاف النار ما كان شيء اسمه فخار، كان فقط يعني الإنسان يحفر بمعدات حجرية، وقد يعني تجدون في بعض المتاحف بعض السكاكين يعني الحجرية وبعض المطرقات الحجرية والفؤوس الحجرية، هي ما استعمله الإنسان في بادئ الأمر، في يعني لما كان الإنسان الصياد، يعني الإنسان باستور صياد، كان يستعمل هذه المعدات لغياب وسائل أخرى تغنيه يعني عن ذلك وتسهل عن الأمر. فكانت يعني تحفر الجرون إما للتخزين، تخزين يعني الحبوب، تخزين المحاصيل، أو يعني تطحن فيها يعني وتعصر فيها الزيوت والعديد من الأشياء. سأذكر لكم يعني أمثلة. لا زالت يعني بعض القبائل حاليا، بعض القبائل تحفر يعني الجرون، تحفر هذه الجرون وتخزن فيها بعض الأشياء وتضغط عليها يعني بالصخور. فمثلا هناك قبيلة يعني هنا بالمغرب، وقد يعني رأيت هذا بنفسي، يؤتى بالزيتون ويطرق الزيتون، يعني هناك يعني نوع من الزيتون يتم دقه وتخزينه حتى يتم تحليته عبر الوقت، ويوضع في هذا الجرن وتوضع يعني فوقه صخور، توضع صخور فوقه فيبقى هنا مخزن محمي يعني من العديد من الأشياء، من الرياح يعني ومن الغبار والعديد من الأشياء. وهناك يعني بعض القبائل بالنسبة يعني إخوان يعني من الشرق الأوسط، هناك يعني بعض القبائل لا زالت تستعمل جرن القفل. جرن القفل كلكم تعرفون جرن القفل، لا زالت بعض القبائل تستعمل جرن القفل في ماذا؟ في عصر الزيتون، في عصر الزيتون يؤتى بالزيتون، يدعس هنا في مكان يعني بالقرب من جرن القفل، يدعس بصخر كبير، يدعس الزيتون جيدا حتى يعني يصير جاهز لإخراج الزيت، ويوضع في كيس له نفاذية تسمح للزيت بأن تخرج، للزيت أن تخرج، يوضع في هذا الكيس ويوضع هنا في هذه المنطقة في الوسط من القفل، يوضع هنا وتوضع يعني صخور كبيرة فوق هذا الكيس فتعصر الزيت وتنزل مع هذه الساقية التي تكون عبارة عن القفل، تنزل مع هذه الساقية فتسرح الزيت وتنزل إلى الجرن، ويتم استقبالها هنا من الجرن وأخذها بآنية، تؤخذ بآنية هنا. هذا كان يعني قبل يعني اختراع السداية من الرومان ومن النوميد، كان يستعمل هذا، ولا زال هذا التطبيق، يعني لا زال هذا التطبيق لم ينقطع إلى أيامنا هذه. واسألوا يعني بعض الإخوان يعني في لبنان وبعض الإخوان يعني في الشرق الأوسط، فلا زالوا يستعملون هذه التقنية في استخراج زيت الزيتون. أتكلم يعني في عن جرن القفل الذي يعني يتعدى عمق الجرن، يتعدى مثلا 7 سنتيمتر، يعني جرن له قابلية يعني لاحتواء زيت، فإن يعني قل وصار يعني الجرن الذي مع القفل صار يعني في حدود 3 سنتيم كقطر يعني وعمق في هذه الحدود تقريبا، لا يصلح لتجميع الزيت، أو يعني قد تجمع فيه بعض الزيوت الأخرى والعطور يعني الأخرى وهذا. لكن الجرون التي تتعدى يعني هذا القياس، تتعدى 5 سنتيم و7 سنتيم، يصير لها يعني مدلول لاستعمالات يومية، وهناك العديد من الاستعمالات اليومية الأخرى. نمر الآن إلى الصنف المجازي، وهنا يعني الأمر يعني معقد نوعا ما وصعب يعني شرحه، ولكن يعني سأحاول يعني تقريب الفكرة لكم. في القديم يا إخوان كان الإنسان يعبد أي شيء، ممكن بالنهار يعبد البقرة،
والليل يعبد يعني الدجاجة أو يعني غيره. ومن بين يعني الأشياء التي أثارت يعني فضول الإنسان القديم ويعني أثارت دهشته هي الشمس. هي الشمس، فالشمس يعني تصعد من الشرق يوميا ثم تغيب في الغرب يعني في المساء، وكذلك تعيد نفس الشيء. وفي الصيف يعني تنزل بحر شديد، وفي فصل الشتاء تكون هناك يعني برودة. فالإنسان قدس الشمس، قدس الشمس، وبل يعني بل ألهها وخصص لها يعني وجسدها في مجموعة من الأوثان في مختلف الحضارات. نجد وثن يرمز للشمس ويعود للشمس. ولا أخفي عليكم الأمر، فلا زال يعني بعض الأمازيغ إلى أيامنا هذه، ما زال بعض الأمازيغ إلى أيامنا هذه رغم الإسلام ورغم يعني التقدم الحضاري يعني، وهذا فلا زال بعض الأمازيغ يحترمون الشمس. فأنا شخصيا يعني عندما كنت صغير وكنت يعني في فترات يعني تغيير الأسنان، فلما كنا يعني ننزع أحد يعني الأسنان، كانوا يطلبوا منا الوالدين بأن نرمي هذا السن هذا للشمس، ونطلب منها أن تعطينا يعني سن أفضل من السن الذي قمنا بنزعه. لا زال هذا التطبيق إلى أيامنا هذا، لا زال احترام للشمس، كما لو أن يعني الشمس هي التي يعني سترزقنا بالأسنان يعني بعد أن ننزعها. فالإنسان يعني في بادئ الأمر يعني حاول يعني الرمز للشمس قبل يعني اختراع يعني النحت واختراع يعني الأوثان. وكل هذا كان يمثل الشمس بجرون أو دوائر على الصخر، كانت تمثل يعني بجرون أو دوائر، ما يؤكد هذه النظرية. فبعض الجرون يعني القديمة يكون لها توجيه غالبا إما للشرق أو الغرب، يعني أن كانت هناك عقيدة تحوم حول الشمس. فهذا يعني في بادئ الأمر. وبالنسبة يعني للغرب، للغرب يقول أن هذه الجرون فقط يعني هي نظرية عند الغرب يعني غير مثبتة، يقول يعني بأن هذه الجرون هي تمثل يعني إما عيون، تمثل إما عيون أو تمثل ثدي آلهة الأرض، آلهة الأرض. هذا تفسير يعطي أحد العلماء اسمه جون بينيتيل، تفسير يعطيه هذا العالم، ويقول بأن يعني هذه الجرون كانت في البداية يعني تجسيد لآلهة الأرض من خلال يعني رسم ثديها أو يعني رسم عيونها. نمر الآن يعني للشق المهم في كل هذا، وهو يعني كيف أعرف يعني الجرون إذا كانت يعني تكنيزية يعني وفيها خير. أولا أود يعني أن أثير الانتباه إلى بعض الأشياء. إذا كان الجرن أولا، إذا كان الجرن مثلا يأخذ هذا الشكل ومحفور يعني بطريقة يعني بدائية، ما يظهر علي يعني أنه تم حفره بصخر أو يعني مر عليه زمن كبير
أو يعني حالة الجرن يعني لا تدل يعني على شيء، يعني ليس به لا ملاسة ولم ترافقه يعني لا بصمة، وجاء يعني عشوائي ولا يستقبل يعني أحد الاتجاهات المقدسة التي هي يعني الشرق الغرب يعني أو الاتجاه الجنوب شرقي أو يعني شمال شرقي أو جنوب غربي أو جنوب شرقي، لا يستقبل أحد الاتجاهات المقدسة. فهذه الجرون يا إخوان لا خير فيها، لا خير فيها. فالأول يعني فلو يعني هذا الجرن نقول مثلا أن صاحبه الذي يعني صنع هذا الجرن صنعه بصخرة يا إخوان، فكيف تريد من شخص يعني صنع جرن بصخرة أن يضع لك ذهب في متناولك يا إخوان؟ فلو كان له ذهب لكان له أولا حديد ليحفر به هذا الجرن. ثم مر عليه يعني زمن كبير، فكلما رجعنا يعني بالتاريخ للوراء وكلما يعني عبرنا يعني النيوليتيك أو العصر الحجري الحديث، كلما عبرناه للوراء يعني كلما قل المعدن. فالجرن مر عليه زمن كبير واحترق، فأكيد يا إخوان أن تلك الفترة أن الجرن يعود لفترة لم يكن قد تم اكتشاف فيها لا معدن لا نحاس ولا زنك ولا حديد ولا ذهب ولا أي شيء. النقطة الثالثة قلنا أن الجرن لا يستقبل أحد الاتجاهات يعني المعنية التي تعنى بالدفن، فهذا الجرن لا خير فيه يا إخوان، ولا دفن وراءه، ولا دفن وراءه. الجرون يعني التي هي لها أهمية هي الجرون التي يعني جاءت مخدومة بنظام جيد وبانتظام جيد وفيها إتقان كبير، واشتغلت بمعدات تدل على تمكن صاحب يعني أو الصانع لهذا الجرن تمكنه، ويعني لديه معدات يعني لديه تم اختراع العديد من الأشياء يدل عليه ذلك. ثم أرجع للنقطة الأولى، هناك نقطة أخرى يجب يعني التنويه لها. الجرون المكان يعني المكان يجب مراعاة المكان، فإذا كان مكان عليه يعني العديد من الجرون هذه يعني العديد من الجرون، والجرون تجدها الأغلبية يعني على السطوح، تجدها على السطوح صخر يعني على سطوح الصخر، وفيه العديد من الجرون وعمقها لا يتجاوز 2 سنتيم، وعمقها لا يتجاوز 2 سنتيم. فهذه جرون طبيعية يا إخوان، هي طبيعية ولا دفن بها ولا تدل على شيء، فقط يعني لما تتساقط الأمطار تشكل يعني نوع من الأمطار يعني الحمضية تنزل على سطح الصخرة تستقر هنا، وبفعل يعني الزمن وبفعل الزمن تتشكل جرون تظن كما لو أنها يعني تم اشتغالها من يد الإنسان بيد الإنسان. بعض الجرون الأخرى يعني التي لا تدل على الدفن. هناك يعني نوع من الجرون تكون كبيرة تأتي بحوالي يعني 100 جرن يعني في هذه الحدود، تكون بهذا الشكل كبيرة بمقاسات كبيرة، وأحيانا يأتي جرن وبحوله يعني مجموعة من الجرون الصغيرة متفاوتة العدد حول هذه الجرون. هذه الجرون تدل على طقس وثني، طقس وثني إما لعبدة الشمس أو لعبدة أحد الكواكب قديما. تكون يعني متباعدة هذه الجرون بأمتار مترين أو متر ونصف يعني تقريبا. نوع الطقس يعني الذي كان يقام به حول هذه الجرون كان يأتي يعني كل فرد يعني من عائلة يعني في يوم من معلوم من السنة، يأتي كل فرد يعني بقرابين، توضع القرابين هنا
على حسب يعني عدد، على حسب عدد أفراد العائلة. فمثلا أب عنده 4 أبناء سيكون سيأخذ يعني بحساب يعني 4 أبناء، وتوضع هنا الجرن كل هذه القرابين، وهكذا دواليك يعني كل واحد يأتي أمام هذا الجرن ويتعبدون ربما لليلة أو يوم أو لا أدري يعني حسب يعني الطقس أيامهم. ثم تؤخذ هذه من طرف يعني أشخاص يعني دينيين، أو يتم يعني جمع هذا على شكل يعني كوتيزاسيون، أو يعني جمع يؤخذ يعني هذا هذه التبرعات هنا، ويعاد يعني صرفها على القبيلة كلها، إما لتنظيم غذاء أو عشاء يعني. ولا زالت يعني بعض القبائل تستعمل هذه القضية. هذا النوع من الجرون لا دفن وراءه. ثم النوع الآخر، النوع الآخر هي الجرون التي تدل على علم الفلك، الجرون التي تدل على علم الفلك. فلو جاءت يعني جرون مثلا بهذا الشكل، جرن هكذا وعليه دوائر وجرون أخرى جنبه بهذه الطريقة تقريبا، فهذه فقط يعني أرصاد فلكية ومراقبات يعني فلكية لبعض يعني الجرون، بعض الأجرام السماوية. فلا دفن وراء هذا، وإنما يدل على حضارة، أو يعني إن تجد يعني جرون بأشكال تأخذ يعني بعض الأشكال الأبراج السماوية من برج الجدي وغيرها من الأبراج، توجد يعني بعض الجرون تأخذ تلك الهيئة بالضبط، فهي مراقبات فلكية لأجرام سماوية، أو يعني لهذه كيف تسمى يعني الأبراج لكونستيلاسيون، كونستيلاسيون ستيلار. تؤخذ هذه الجرون وتطبق بذلك الشكل، إما في طقس تعبدي أو فقط يعني مراقبات ومراقبات فلكية، أو يعني قد استعملت من أجل يعني السحر والعرافين، استعملت من طرف يعني السحر والعرافين فيما يسمى بعلم التنجيم، بعلم التنجيم، في علم التنجيم. فإذا كان يعني الجرن يخالف كل ما قيل عن هذه الأشياء فيستحق الدراسة، ويصير يعني عندنا جرن دال على دفن. ويعني كيف يتم قراءته؟ فذلك سنتطرق إليه إن شاء الله يعني في الدرس المقبل يعني، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله. وسنتمم يعني حول الجرون التي تدل على التكنيس، لأنني قد أطلت في هذا الفيديو. وأشكركم على حسن الاستماع، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. تحياتي لكم، أخوكم ورحمة.